هذه الأبقار هذه اللي تسمى الأبقار البرازيلية، شفنا المزالة اللي كانت في مدينة الرباط. هذه الأبقار هذه حسب المهنيين اللي كنا تواصلنا معهم أن الثمن ديالها كيفوق يعني الثمن ديال الأبقار المحلية، فمازال المستهلك متخوف من هذه اللحوم هذه في انتظار يعني صدور بيانات من لدن الجهات المختصة باش هذا المواطن يعني كي كنقولوا يزعم على هذا النوع من اللحوم، ولكن كنشوفوا ان مازال المواطن المغربي ما عندوش معلومات حول هذه الابقار، حول الجوده ديال اللحوم ديالها، باستثناء كنشوفوا السعر اللي هو باهظ، والمواطن المغربي في حاجه ماسه الى تخفيض الاسعار. ما يمكنش احنا كنعيشوا هذه الظرفيه هذه باش يستوردوا لنا يعني لحوم بواحد الثمن اللي هو في الاصل ما درش عليه المواطن المغربي، فهي نعمة كذلك، هي نعمة، ولكن كنعرفوا أن الإشاعة تقتل كما كنقولوا. احنا كنطالبوا من الناس اللي هما على مستوى الصحي، على مستوى الأمور، خصهم يوضحوا لنا. الحمد لله عندنا لشان، عندنا إذاعات، عندنا بزاف ما يتقال، خاصنا ناس اللي يوصلوا لنا ويفهموا المواطن المغربي حول الجودة ديال هاد اللحوم، وشنو هي لا ديفيرونس بين هاد اللحم وهذاك اللحم. فكما قلت في البدايه كنشوفوا غير الثمن، وما عرفناش الجهه اللي كتسوق لنا هاد الامور هذه في ظل يعني واحد الصمت رهيب للجميع. وهنا المهنيين كذلك راهما كي كنقولوا ما بقاوش فاهمين حتى شي حاجه. كاينه اشاعات على ان الابقار ديالنا غدا الانقراض، كلش كيقول. فإلا ما كانت شي جهة رسمية ما يمكنش نتكلموا، فماذا بينا إن شاء الله في القريب العاجل، لأن عندنا مؤسسات، عندنا حكومة، عندنا قوانين، عندنا أمور، خص المواطن بلهفة ينتظر يعني واحد البيانات حول هذا الأمر اللي بصدد المناقشة معك فيه أستاذي.